السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متشبه جريدة كاترونسيس، كما كتشوفوا في العنوان، هزة أرضية بمدينة المحمدية ترعب الساكنة والمواطنين. كما كتشاهدوا الكل خارج الزنقة، يعني كل شيء متخوف. نسأل الله السلامة والعافية للجميع. يعني هزة أرضية بدون سابق انذار يا إخوان، يعني ولله ما أراد، يعني سبحان الله كما كنقولوا، يعني الله عز وجل كن فيكون، سبحان الله. يعني تخوف ديال الساكنة ديال المواطنين خارجين. كاين الناس اللي كانوا داخل المنازل اللي حسوا بهاد الهزة الأرضية، وكاين بعض الاشخاص اللي كانوا كيتمشاو خارج المنزل وكانوا غير كيتمشاو، كاين اللي كاين البعض منهم اللي ما حس حتى شي حاجه، ولكن الناس اللي كانوا داخلين المنازل حسوا بهاد الهزه الارضيه هذه. ما كرهناش ناخذوا الكلمه ديال بعض المواطنين، ولكن في حاله ذعر، في حاله خوف، نسال الله السلامه. كنعاود الناس الملتحقين بجريده كاترونسيس، هزة أرضية بمدينة المحمدية أرعبت الساكنة، يعني ناس كيتخوفوا. دائما كنقولوا سبحان الله العلي العظيم، يعني الله عز وجل كما كيقولوا كن فيكون، يعني سبحان الله سبحان الله. الإخوان بمدينة المحمدية هزة أرضية، كنعاود نقولها كما كتشاهدوا، يعني حاولت ما أمكن الإخوان أنني نبعد على الساكنة، حيت كاينين الناس مذعورين، الناس متخوفين، كاين اللي ما يبغيكش تشد ليه على وجهه، كاينين النساء اللي كنحتارموا، النساء المغربيات، كاين اللي مسكينة ما تبغيش تشد ليها على وجهها. يعني كنحاولوا أننا نقل لكم الصورة من بعيد قدر الإمكان الإخوان. مقدرناش ما كرهش أننا ناخذ تصريحات ديال المواطنين، ولكن الناس دابا حاليا في حاله ذعر وتخوف. نسال الله السلامه الاخوان، كنعاود نقول نسال الله السلامه. كما كتشوفوا غادي غير كيكونوا النساء الاخوان، كتعرفوا الاعراف والتقاليد المغربيه، والنساء كيكونوا رباش بيش ومتزوجات، وكاين اللي ما يبغي حتى شي واحد انك تشد لي على الزوجه ديالو، احترام الاخلاقيات المهنه. كنحاولوا ما امكن نقول لكم الصوره بطرق قانونية بما يخول لنا قانون الصحافة الإخوان. هانتوما كتشوفوا الناس في حالة دار الإخوان، الناس في حالة دار وتخوف. يعني كنعاود نقولها نسأل الله السلامة وسبحان الله العلي العظيم، يعني سبحان الله العلي العظيم الإخوان. يعني قبل قليل ما كانش يعني ما كانوش الناس خارجين، قبل قليل يعني كل واش كانت في النيه ديالو، كاين اللي كيوجد العشاء، كاين اللي كان جالس غير مكونيكتي شي حس بالسداري مشاو جابيه، ولكن الناس اللي كانوا خارجين راه ما حسوا حتى شي حاجه. كاين البعض اللي حس، وكاين البعض اللي ما حس حتى شي حاجه. يعني كتشوفوا الناس هنا حاولوا ما امكن انهم يقصدوا الخلاء، ما امكن. كتشوفوا يعني جات الجرده ديال الاخوان، راه بالليل راه ما كتعمرش، ولكن حاليا الناس خرجوا. نسأل الله السلامة الإخوان، نجدد الإخوان، هزة أرضية بمدينة المحمدية، نسأل الله السلامة. يعني سبحان الله العلي العظيم. قبيلة غير شوية ما كانش هاد الخروج الإخوان، يعني كله واش كان ناوي، كله سبحان الله العلي العظيم، سبحان الله، يعني مدبر وحكيم. صديقي حسيت يا خو بهاد الهزة الأرضية؟ نحاولوا ما أمكن الإخوان، نحاولوا ما أمكن ناخذوا شي تصريح ديال الناس ولا ديال الشباب، ما أمكن. باش يحكيو لنا كل اللي حس كل اللي ما حس. كما كتشوفوا الناس خارجين الاخوان،
يعني كما كيقول لنا الاخ المتتبع الكريم المحترم السيمو برشلونه سيدي سليمان، فيه يعني اخوان اللي في قنيطره وفي سيدي سليمان يحاولوا ما امكن ياكدوا لنا، كيقولوا باللي راه حسوا بهزه ارضيه. يعني حاليا كنأكدوا لكم باللي مدينه المحمديه كان فيها هزه ارضيه في انتظار ان يعني المركز المكلف بقياس الزلازل ياكد شحال من درجه ضرب. يعني ما نقدروش شخصيا، انا ما نقدرش نقول شي حاجه غير مؤكد يعني ما متاكدش منها. المهم للمعلومه وللامانه ان كانت هزه ارضيه بمدينه المحمديه، الناس اللي داخل المنازل، الناس اللي كانوا في يعني ملقى، يعني الناس اللي متكين على السد الداري حسوا بها، الناس اللي واقفين كذلك في المنازل حسوا بها. كل واش كيقول كاين اللي كيقول مشى الميري وجا، اما الناس اللي كانوا خارجين الشارع كاين فيهم اللي حسوا كاين اللي ما حسش بحكم ان كاين اللي كيتمشى. والحمد لله نسال الله السلامه، يعني دائما سبحان الله. علاش كيقولوا كيقول لك دائما الا قلتي شي حاجه قول ان شاء الله، نقول غنتلاقى مع الصديق ديالي الغدلين نقول ان شاء الله باذن الله. يعني سبحان الله ميم با بعد ثواني سبحان الله كانت شي ضرب يعني شي درجه مرتفعه او شي هزه ارضيه عنيفه، الكره سبحان الله العلي الجليل سبحان الله. الناس كيقولوا المنصوريه كان فيها بوسكوره، ياك الاخ الكريم محمد تيزنيش كيقول بوسكوره. السيمو كيقول خرجنا كاملين، ها انتم كما كتشوفوا حتى الساكن هنا بمدينه المحمديه حتى هما راه الناس خرجوا، الناس حسوا بالرعب، الناس تخلعوا وصارح العباره سبحان الله سبحان الله والله الا سبحان الله الاخوان سبحان الله. المهم الملتحقين المتتبعين الكرام لجريده كا ترونسيس كنعاودوا كانت هزه ارضيه بمدينه المحمديه، وبغينا كذلك الناس اللي فوق التراب الوطني يقولوا لنا واش كانت شي هزه ارضيه عندهم ولا لا، ويقولوا لنا المدينه بالضبط. دائما كنجدو كنقول نسأل الله السلامة والعافية. أنا كنحاول الإخوان ما أمكن داكشي اللي قدرني عليه الله الإخوان وفق القوانين، كنحاول نبعد ما نبغيش نشد على وجوه النساء، لأن هناك كنعاود نقولها وكنعاود نأكد على هناك المتزوجات، كاين اللي ما باغاش تبان، كاين اللي فهمتي كتعرفوا التقاليد وكتعرفوا الأعراف وكتعرفوا كذلك الشهامة ديال الرجل المغربي، أن شي واحد يقول لك أخويا ما تشدش لي على مرتي، كاين اللي ما باغيش يبان كل وشنو، رغم أن الناس في حالة الذعر، الناس في حالة التخوف، وكنعرفوا الأدرينالين طالع بزاف. لذلك كنحاولوا ما امكن للامانه نقل لكم بالصوت والصوره وفق اخلاقيات المهنه. كنتمنوا ان ترجع هذيك يعني بنادم ترجع هذيك الحاله اللي كانت قبل دابا بضع نقدر نقولوا 30 دقيقة، كانت الأمور طبيعية. دابا الناس على غير العادة، الناس متخوفة. يعني كنحاولوا ما أمكن الإخوان نقلوا لكم الصورة بأمانة الإخوان، هانتوما كما كتشوفوا الناس متخوفة، الناس هاد البلاصة الإخوان راه ما كتكونش عامرة بالليل بحكم أن ما كاينش الإنارة، وكتشوفوا أن الناس خرجوا هنا وريحوا. الاخ الكريم معاد محمد منصف كيقول لك فاس غي دابا، يعني كاينه هزه ارضيه كذلك بمدينه فاس حسب التعليق ديال الاخ الكريم متتبع الجريده معاد محمد. كذلك سعيد سعيد كيقول باللي حتى في محس بها مال 11 وربع حسيش بالهزه، ودائما كنقول نسأل الله السلامة والعافية الإخوان. انتوما شوفوا
نحاول ما امكن الاخوان كنحاول ما امكن ان ننقل الصوره من بعيد. اخوان باقي المدن وباقي المتشبعين اللي من مدن اخرى يقولوا لنا واش كانت شي هزه ارضيه او لا. والناس اللي كيفهموا في الجيولوجيا وكيفهموا في هذه المسائل هذو يقدروا انهم يتفاعلوا معنا في التعاليق ديالهم ويعطيونا الاراء ديالهم، حيت كيف ما كنسمعوا بعض الخطرات كيقولوا الناس باللي كتقدر تكون ضربه خفيفه من بعد كتكون واحد الهزه عنيفه. والله اعلم، هادشي كيبقى لله عز وجل. احنا غير كنقولوا زعما داكشي غير ما سمعنا واش صحيح او غير صحيح، ولله الكمال، زعما الله عز وجل هو اللي بيده الامر. أميمة كتسول اش واقع؟ اختي أميمة كما كشفتي في العنوان كاينه هزه ارضيه بمدينه المحمديه، كذلك الناس تفاعلوا معنا، كاين اللي كيقول بوسكوره، كاين اللي كيقول لك المنصوريه، كاين الناس اللي قالوا قنيطره، كاين اللي قالوا سيدي سليمان. الاخ سعيد كيقول باللي حتى في مارشي على حساب التعاليق، وكنتمنوا الناس ديال مارشي اللي يعاودوا ياكدوا لنا الاخوان، لان كنقولوا التعليق حر والخبر مقدس. نسأل الله دائما السلامة والعافية للجميع، وهذه هي سنة الحياة. خويا لك شي غدوي نيشان؟ مرحبا. لا غندوي نيشان. مرحبا خويا، مرحبا بك. انا ماشي شوف تي في، هذه واحد الجريدة كاترونسيس. حسيتي شي بالزلزال؟ حسينا بها خويا، كنا واقفين على بغانا، جاتني شوية الدوخة، دويش مع الوالده ديال دابا صاحبي، قالت لي واش السداده تزعزعوا؟ لا، حيت كاينين الناس اللي كانوا كيتمشاو برا راه ما حسوا بوالو. لا كنت واقف في حدا، يعني كنتي في حاله سكون كما كنقول. حاله سكون كما كنقول. حسيتي؟ دابا الضحكه دابا غير باش نفهموا الضحكه اللي فيك واش ديال الخلعه ولا؟ باش نفهموا. ما شداش ولا خلعه لا والو، قال لي لا ما تزعزعوش الديوار ما كاينوش. دابا انت واش تخلعتي ولا لا بصراحه؟ لا انا بغيت الديوار يطيح. علاش؟ باش نتخلعوا. لا ولكن دابا شوف، لا طاح ممكن يتأذى اي واحد في العائله ديالك، اي واحد ممكن. ديك الساعه ما توليش مخلوع. ديك الساعه غتولي فاقد شي شخص عزيز عليك. هاني بغيت نفقد اشرف. لا محشوم. هذا الصديق ديالك ولا لا؟ لا هذا خويا. هو خوك، راه خوك خصك تكون معاه في الشده. الله يخلي لك بعد. الله يحفظك. الله يحفظك، تحياتي لك على التصريح هذا، شكرا لكم. الله يحفظك، الله يوصلك السلامه ان شاء الله اخويا. زاوية سيدي إسماعيل كيف ما كيقول الأخ عادي الوا، كيقول لك زاوية سيدي إسماعيل، يعني نسأل الله دائما السلامة والعافية. يعني كما كتشوفوا الإخوان، حتى الدري مسكين هذا راه نقدروا نقولوا التصريح والتعبير اللي عبر عليه راه كيبين الخلعة ديالو، يعني راه ما قصد حتى شي حاجة اللي خايبة. واخا قال رغم أنا بغيت الدور يطيح ولا هذا، راه ما قصد حتى شي حاجة خايبة، لأن كنعرفوا الناس راه الخلعة. أسامة حدوشي، يعني أسامة كيأكد لنا قنيطرة، وكان قالت واحد المتتبع الكريم جريدة كاترونسيس. إلى هنا الإخوان والأخوات والمتتبعين الكرام، نشكركم على حسن التتبع وكذلك المشاركة، لأن هذه الجريدة كتعتبر جريدة ديالكم. نبغيو كذلك انكم تشاركوا معنا الراي والراي اخر، اخذ وعطاء، لذلك هذه الجريده فهي جريده ديالكم، جريده ديال كافه المغاربه. شكرا لكم، ودائما نسال الله السلامه والعافيه ان شاء الله، ونتمنوا البلد ديالنا الخير، وهذا الشيء اللي كنتمناه الاخوان. وشكرا لكم، ليله طيبه للجميع، وتصبحون على واقع أجمل، وتصبحون على خير. تحياتي لكم وإلى جميع المتتبعين، دمتم في رعاية الله. كان معكم أخوكم ياسر الحياني من مدينة المحمدية، تحياتي لكم، إلى اللقاء.